حدث في مثل هذا التاريخ، 18 مارس آذار. في عام 1874 جزر هاواي تتلقى حق التجارة مع الولايات المتحدة. في عام 1913 اغتيال ملك اليونان جورج الأول في سالونيك، وابنه قسطنطين يخلفه على العرش. في عام 1932 انتهاء الحرب بين الصين واليابان. في عام 1939 قوات الجنرال فرانسيسكو فرانكو تدخل إلى العاصمة الإسبانية مدريد. كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 1959 جزر هاواي تصبح الولاية رقم 50 من الولايات المتحدة. في عام 1962 التوقيع على اتفاقية إيفيان بين الحكومة الجزائرية المؤقتة وفرنسا. في عام 1963 افتتاح مطار القاهرة الدولي. في عام 1965 رائد الفضاء السوفيتي ليونوف يقوم بأول خروج في الفضاء. في عام 1977 اختيار رئيس جمهورية الكونغو ماريان نوغوابي. في عام 1980 إسرائيل ترفض بناء جامعة عربية في القدس. في عام 1988 منتخب العراق لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج التاسعة. في عام 1990 إجراء أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية. في عام 2009 أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يأمر بحل مجلس الأمة. في عام 2011 مقتل عشرات من متظاهري ثورة الشباب اليمنية برصاص مسلحين في ساعة التغيير بصنعاء. في عام 2012 البرلمان الألماني ينتخب يواخيم غاوك رئيسا جديدا ليخلف كريستيان فولف في المنصب. في عام 2013 بدأ أول جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في العاصمة اليمنية صنعاء. كما حدث في مثل هذا التاريخ من عام 2015 هجوم إرهابي على متحف باردو في تونس العاصمة. في عام 2016 إلقاء القبض على صلاح عبد السلام أهم المشتبه فيهم في هجمات 13 نوفمبر عام 2015 في باريس في بروكسل.